في انتظار صافرة بداية اللقاء بين الأهلي والهلال وصافرة البداية لمصلحة فريق الأهلي. البداية هلاوية، كرة ملعوبة في الطرف اليمين، سعيد المولد، كرة طويلة، دفع وخطأ، خطأ مبكر لمصلحة الفريق الأهلاوي على مدافع فريق الهلال. كرة ملعوبة طويلة عرضية، خلصها المدافع معتز هوساوي، تعود الهلال، تسديدة وترتطم وتذهب بالصدر جميلة من مايل الخيبري، خلص الدعية مبارك البيشي، تسديدة من مبارك تعدي خطيرة ترتطم، والله برافو يا بيشي، شوف شوف تسديدة جميلة ملعوبة، لكن الكرة ما زالت لمصلحة الفريق الهلالي. الكرة الخطرة وأخطر كرة في المباراة حتى الآن، التسديدة الجميلة، شوف شوف الإعادة، شوف تسديدة مبارك البيشي في العارضة، و الكرة التي كانت أن تكون هدف أول لمصلحة الفريق الهلالي، لكن تبقى نتيجة تعادل سلبي، وأخطر كرة في المباراة من تسديدة من جميلة من هذا اللاعب مبارك البيشي. شوف شوف مبارك تسديدة قوية ترتطم بالعارضة فيما تركان. كرة ملعوبة خلفية، مهند يلعبها لكن سهلة في يد محمد الواكي، فريدي عبد الوهاب، كرة طويلة لفهد الجهني، فهد الجهني يلعبها عرضية لسويلم عبد العزيز، تسديدة ملعوبة تعدي، برافو 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 عبد العزيز السويلم، تسديدة لكن تعدي إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى الكرة الماضية، التسديدة الثانية الهلالية. شوف الكرة عبد العزيز السويلم، التسديدة ملعوبة في الجهة اليسرى، عبد الله العمار، العمار كرة مقطوعة من زياد سلامي، الفريدي عبد الوهاب لمبارك البيشي، البيشي لعبد الوهاب يلعبها لفهد الجهني، يحاول يعدي تسديده تعدي، برافو شوف تسديده ماضيه لكن برافو برافو يا عبد الله يا جدعاني، الكره الماضيه والتسديده لكن خلصها الجدعاني عبد الله وتذهب الى رميه جانبيه، هذه الاعاده لكره الجهني، شوف التسديده لكن برافو عبد الله الجدعاني والتسديده القويه من فهد الجهني. سامر سطام كرة ملعوبة في مكان جميل، تسديدة لكن وين؟ إلى ركلة مرمى، تسديدة زياد سلامي، شوف الكرة يلعبها سلطان، هو تسديدة السلامي زياد تعدي إلى ركلة مرمى، تغيير للعب بشكل جميل، تذهب لمايد الخيبري لكن خلصها عبد العزيز السويلم في دفع وفي خطأ في اللقطة الماضية، خطأ لمصلحة مايد الخيبري على عبد العزيز السويلم، وفي هذه الاثناء يطلق حكم اللقاء احمد الشمري صافرته مع نهايه شوط المباراه. ضربه البدايه ايها الساده المشاهدون مشاهدي قنوات الوطن السعوديه، وضربه البدايه في الشوط الثاني للفريق الهلالي بنفس التشكيل الشوط الاول الاهلي والهلال، والنتيجه السلبيه تظهر امامكم في هذه الجولة 19 في توجيه لحياة الصد. كرة ملعوبة تعدي راسية لكن سهلة في يد الجدعاني، وصافرة خطأ لحارس المرمى، كرة ملعوبة في الطرف اليمين، سعيد المولد لمهند الفارسي، عبد الوهاب الفريدي، كرة ملعوبة تعدي تعدي، شوف كرة الفريدي تسديدة لكن تعدي إلى ركلة مرمى الأهلاوي، سعيد المولد، كرة طويلة ملعوبة خطيرة تعدي لكن ما تجد متابعة من الفريق، كرة ملعوبة تعدي تسديدة لكن وين؟ إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى الماضية الأهلاوية الخطرة، التسديدة التي من مهند فارسي خطأ، كرة ملعوبة طويلة عرضية راسية لكن برافو وسهلة في يد حارس المرمى محمد الواكد،
يشيل لحائط الصد، كرة ملعوبة سوادي لكن سهلة في يد محمد الواكد. يقدم مباراة كبيرة سعيد، كرة ملعوبة، رمية جانبية، سامر سطام، كرة عرضية ملعوبة، كرة ملعوبة تعدي، والله برافو، شوف شوف كرة ملعوبة جميلة من مهند الفارسي، تسديدة جميلة لكن برافو يا محمد يا واكد، شوف الإعادة، شوف العرضية الجميلة، وشوف شوف شوف كرة ملعوبة من الفارسي تسديدة، لكن والله برافو محمد الواكد العملاق، شوف حارس كبير، شوف مستقبل، مستقبل لحارس ولنجم قادم. كرة ملعوبة، ركلة زاوية بالراس الأهلي باكورد، لكن كرة الوين إلى ركلة مرمى، كور جميل من سلطان الدعياع، مبارك البيشي، كرة مقطوعة ملعوبة، هجمة خطيرة لمصلحة الأهلي، كرة ملعوبة تسديدة، لكن والله برافو، والله برافو يا واكد، شوف الكرة الماضية لسامر سطام لكن تضيع، والواكد الواكد الواكد ينقذ مرمى من كرة ماضية من أمام سامر سطام، كرة أهلاوية، كرة هدف التقدم، لكن سامر سطام ما استثمرها صح، ومحمد الواكد في الكرة الماضية، شوف الإعادة الكرة الماضية، شوف 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 الإعادة، شوف شوف الانفراد، لكن برافو محمد الواكد ينقذ مرمى من مبارك وعبد الله الشامخ، كرة ملعوبة تسديدة تعدي لكن سهلة لحارس المرمى عبد الله الجدعاني على دفعتين، الكعبي كرة مقطوعة في المنتصف، سلطان سوادي، هجمة أهلاوية ملعوبة في مكان جميل بشكل جميل، كرة خطرة ملعوبة تعدي لكن برافو تعدي تعدي إلى وين؟ إلى ركلة مرمى، كرة ملعوبة، هجمة ملعوبة بشكل جميل، وتوغل من سلطان السوادي صاحب المجهود، شوف شوف الإعادة بشكل جميل ملعوبة، لكن شوف خطأ دفاعي، الكرة طول على السوادي وتعدي إلى وين؟ إلى ركلة مرمى، كرة ملعوبة بشكل جميل، وأعصاب خطأ في مكان لمصلحة الهلال، عبد الإله كرة ملعوبة تعدي لكن خلصها تعدي تعدي، شوف 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 كرة خطرة لكن تعدي، وصفرة حكم اللقاء على ما يبدو في يشير إلى خطأ واشتراك في الكرة الماضية، وخطأ لمصلحة فريق الأهلي، كرة الخطرة، شوف شوف الإعادة، خلينا نشوف الإعادة في الكرة الماضية، شوف الكرة ملعوبة واشتراك مع حارس المرمى وخطأ، ورائد عبد الله الشامخ ملعوبة، رائد الغامدي البديل في أول كرة، رائد حاول يعدي يدور زميل يلعب في مكان جميل لمهند، كرة ملعوبة خطيرة ملعوبة تعدي، خلصها والله كرة والله خطيرة ملعوبة تعدي، شوف 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 ماجد الخبري، والله برافو يا محمد يا واكد وبرافو يا ماجد، شوف كادت، شوف شوف الإعادة، شوف الكرة الجميلة من مهند الفارسي يصد الحارس وعلى دفعتين، ومن ثم ماجد الهلال، هجمة مرتدة ملعوبة طويلة من خالد كعبي تبحث عن فهد عيد، فهد الجواني حصلها، عدى من واحد يدور زميل فهد يلعبها عرضية لكن خلصها المدافع وتذهب الكرة لمصلحة فريق الأهلي، كرة ملعوبة في المنتصف، وفي هذه الأثناء تأتي صافرة حكم اللقاء أحمد الشمري معلن عن نهاية المباراة بتعادل الأهلي والهلال بنتيجة سلبية بلا أهداف في الجولة 19 بين الفريقين، يصبح لدى الهلال 37